لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية نخصصها اليوم للحديث حول لجنة الدستور، لجنة الخمسين التي بدأت تباشر اجتماعاتها لنظر الدستور الجديد. والواقع أن هذه القضية قضية مصيرية وقضية مستقبلية بامتياز، وتحظى بمتابعة المصريين عامة. والواقع أنه هناك أسئلة كثيرة تدور في هذا الإطار حول حدود التعديل في الدستور الجديد. هل سيتم التعديل دستور بأكمله أم مواد بعينها؟ أيضا كيفية التعامل مع المواد الخلافية في هذا الدستور؟ ما هي الآلية لحسم الخلافات في الآراء حول ذلك؟ أيضا هناك مواد كثيرة يثور بشأنها جدل كبير حول النظام السياسي للدولة لمصر في الفترة القادمة. هل سيكون رئاسي أم برلماني؟ ما دور رئيس الدولة فيه؟ ما دور الحكومة؟ ما دور البرلمان؟ أيضا كيف ستكون وضعية نسب العمال والفلاحين، نسبة 50%، يثار بشأنها جدل كبير. مسألة مجلس الشورى أيضا، الإبقاء عليه أم إلغاء هذا المجلس. النظام الانتخابي الأمثل أيضا يثار بشأنه كثير من الأسئلة. في الواقع هناك أسئلة عديدة حول هذا الموضوع الذي سنفتح له بالطبع حلقات كثيرة قادمة، ليس فقط من هذا البرنامج قضايا تشريعية، وإنما من برامج كثيرة في قناة النيل للأخبار، لأنه كما أشرنا هو موضوع مصيري بامتياز بكل تأكيد. دستور البلد بعد ثورة 30 يونيو، ومن قبلها ثورة يناير. معنا ومع حضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من قضايا تشريعية الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل، رئيس تحرير جريدة فيتو. برحب بك أستاذ عصام. يا أهلا بك دكتور، شرفتنا. الله يخليك يا دكتور. نشوف تقرير مبدئي مع حضرتك والمشاهدين، ثم نبدأ النقاش ونشوف هذا التقرير. في ثاني خطوة من خطوات تنفيذ خارطة الطريق تجاه الدولة الدستورية وبناء المؤسسات، وبعد إعداد مشروع الدستور من جانب لجنة الخبراء، ينظر الشعب المصري بكل ترقب واهتمام لأعمال لجنة الخمسين التي سترسم ملامح المستقبل السياسي والدستوري لمصر، والاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة ثم الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نهاية خارطة الطريق التي أعلنها الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو الماضي من أجل بناء مصر الجديدة. مواد التوافق في الدستور كثيرة، وإن المواد المختلف عليها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، سواء إزاء استمرار أو إلغاء مجلس الشورى أو باتجاه النظام الانتخابي، سواء بالفردي أو بالقائمة. وثالثا حول إلغاء المادة 219 والتي يحرص على استمرارها حزب النور وبعض الفصائل الإسلامية، أو بشأن نسبة العمال والفلاحين المتوارثة من الدساتير المصرية الماضية عقب قيام ثورة 23 يوليو من عام 1952. وأن ما حرصت عليه لجنة الخبراء وتم إحالته إلى لجنة الخمسين ما تزال محل خلافات أيضا بين أعضاء لجنة الخمسين، حيث أبدى بعض الأعضاء رفضهم لاستمرار مجلس الشورى، في حين رأى آخرون أن مجلس الشورى مكسب دستوري وسياسي مما يستلزم الإبقاء عليه. ولكن بمنحه المزيد من الاختصاصات التشريعية والرقابية أسوة بمجلس الشعب، بينما يرى أعضاء آخرون ضرورة إلغاء المادة 219 لمخالفتها أصلا لمواد الدستور، حيث لا يجوز وضع مادة مفسرة لمادة أخرى في الدستور إلا يعتبر فسادا دستوريا واضحا وإخلالا صريحا بالسلامة الدستورية والتي تقضي ببطلانه. وأعلن السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد، أعلن أن مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخبراء سيكون أساس المناقشات، بالإضافة إلى دراسة كافة الدساتير المصرية الأخرى من أجل إعداد دستور مصر الجديد المعبر عن كل آمال وطموحات الشعب المصري بكل فئاته. وذكر موسى أنه يجب الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة تجاه كل الفئات مثل نسبة العمال والفلاحين، وأنه يجب دراسة أفضل السبل للحفاظ على هذه النسبة، مشيرا إلى أنه يمكن البقاء على مجلس الشورى باختصاصات واضحة وبإضافة الاختصاص التشريعي للمجلس.
ورفض الجدل الدائر حول تشكيل لجنة الخمسين من أجل إعداد دستور متوازن معبر عن الشعب المصري والفصل بين السلطات. في المقابل استنكر محمد صبحي الدبش الممثل الاحتياطي للفلاحين بلجنة الخمسين المطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بمسودة تعديلات دستور 2012 والتي أعدتها لجنة العشرة، قائلا إن كافة الدساتير منحت 50% للعمال والفلاحين باعتبارهم يمثلون نصف الشعب المصري، لكنهم يمثلون أكثر من 70%. نقاط الخلاف كثيرة ولكن نقاط التوافق أكثر. كل ما نأمله هو أن يمر الدستور بالبلاد بأمان في مرحلة قادمة. مرحبا بحضراتكم من جديد. عودة لضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل. أستاذ عصام، يعني هو سؤال يعني كثيرا ما يطلق على فرق كرة القدم، لكن مضطرين نسأله على لجنة الخمسين، التشكيل تشكيل لجنة الخمسين كيف رأيته؟ هل جاء معبرا عن أطياف المجتمع؟ هو في حقيقة الأمر ربما يعني ظهرت أو بدت بعض الاعتراضات من بعض الطائرات، لأنه البعض بيتصور أنه فكرة التمثيل في لجنة الخمسين يجب أن تشمل الكل في الكل، والتجزئة هنا مزعجة جدا، لأنه إحنا نقول مثلا في حد عن النوبة، في حد عن الإخوة الأقباط، في حد عن الإسلاميين، في حد عن الإخوان زي الدكتور كمال هلباوي، في كذا، ستجد مثلا حد عن الصحفيين، مفيش حد عن الإعلاميين، واضح يمكن الأستاذ حمد مثلا فيه، هتلاقي أطياف كثيرة جدا 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 قد يأتي فيها. الأهم هو أن هناك مفاهيم كونية ببساطة شديدة، لا يمكن أن يخرج واحد يقول نحن ضد الحرية، واحد يقول نحن ضد الأخلاق، واحد يقول أن مصر ليست دولة إسلامية. إذن فيه مفاهيم كونية العالم كله تعرف عليها، وفي مفاهيم بتخص الدولة ما يسمى بخصوصية المجتمع. يعني ما يطلع حد يقول لك انه تيار الاسلام السياسي مش ممثل بكفايه، نقول له هم الاخرين مش مسلمين ولا ايه؟ بالظبط بالظبط بالظبط. يعني حد جيت كده زي فكره برضو 50% عمال وفلاحين، طب ما المجتمع نصفه نساء نخليها 50% نساء و 50% رجال. الفكره بس ببساطه شديده انه هل حضرتك لو في البرلمان لا تستطيع التعبير عن العمال، انا لا استطيع التعبير عن الفلاحين، نحن في مجتمع متجانس جدا، عمال وفلاحين كلنا بالظبط بالظبط، وكلنا من يعني من لا تنطبق عليه صفه العامل والفلاح فهو ابن عامل او ابن فلاح. صحيح، لان يعني هذه هي طبيعه المجتمع المصري. فمش عايزين يعني نزايد في فكره اللي بعد شويه يطلع حد يقول انه النجارين، وحد يطلع يقول زي الصحفيين اللي قالوا احنا مش موصلين ويطلع كذا. يعني الفكره العامه هي ما هو المنتج النهائي الذي ستترافق عليه هذه المجموعة. أنا بقول مثلا على سبيل المثال الأستاذ عمرو موسى، أستاذ عمرو موسى وهو رئيس هذه اللجنة وهو الدبلوماسي درجة، هل عمرو موسى لا يعرف ماذا يدور في بيت كل فلاح مصري أو في كل عامل أو في كل إعلامي أو في كل كذا؟ هناك مفاهيم يجب الذي يضع الدستور، يعني بقية الأعضاء مش مغيبين عن قضايا المجتمع. أنا بضرب مثل يعني إنه ده راجل دبلوماسي دايما بنشوفه، ولكنه يعني نشأ في هذه الأرض، وبالتالي مش عايزين نزيد في هذه الفكرة، إنه بالتأكيد لا يمكن أن تعملها لجنة 5000 وتبقى يعني المسألة. فأنا ببص أكتر للمنتج. عشان كده مثلا على سبيل المثال لما يطلع حد من رجال الدين المسيحي يقولوا إيه؟ نحن متمسكون بالمادة الثانية من الدستور. طب انت عايز بقى تقول لي احنا دولة اسلامية؟ لا، ده الاخوة المسيحيين نفسهم بيقول لك احنا متمسكين بهذه المادة. لماذا يتمسكوا بهذه المادة؟ لانهم يعلمون جيدا انه لا قطيعة مع الشريعة الاسلامية، لا خلاف بين المسيحية والاسلامية، لان الديانات السامية كلها ما فيش دين ابدا طالع يحض على القتل. المصدر واحد. نعم، بس واختلف الرسل في رسالتهم وفي ازمنتهم وفي كذا، انما في النهايه خالص لا يمكن لاي حد يقول انا ضد الدين، وبالتالي يجب ان نركز في فكره المنتج. المنتج النهائي اللي هيطلع للناس شكله ايه؟ بدايه يمكن يا دكتور علي فكره الموافقه على عرض جلسات اللجنة، أنا بتصور أنها موفقة جدا، لأنه في النهاية المواطن المصري في هذه الحالة مشارك، وزي ما حضرتك عارف أن احنا بدنا 25 يناير فيه يعني في قيمة مضافة في الوعي السياسي
كنا بنبذل جهود جبارة قبل 25 يناير عشان نقول كيف نصل بهذا الوعي بين 5% لهذا الوعي. حدود المشاركة بقى للمواطن هو يشارك عبر انه يشوف قناة النيل للأخبار او قناة صوت الشعب غير تنقل الجلسات ولا في آلية انه المواطن يقدر يشارك بأفكار وآراء، ولا خلاص بقى الممثلين دول الموجودين لجنة الخمسين نابوا او انابوا عن الشعب في ذلك؟ لا، ما لجنة الخمسين لانهم بينتموا لأطياف، سواء كانت هذه الأطياف في 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 معظمها أطياف سياسية معينة، في أطياف مهنية معينة، بينتموا الى مجتمعات في الخارج. انت حضرتك النهاردة احنا قبل ما بنكتب مقالتنا بنخش نشوف مواقع التواصل الاجتماعي فيها ايه، بتتكلم ازاي عن قناة النيل الاخبار، هي شايفة ايه في الحلقة اللي بتتذاع دلوقتي، شايفة. وبالتالي ما بقاش زي زمان. احنا زمان كنا نكتب في الصحافة، نكتب لقارئ لا نراه، ونتصور احنا من اذهاننا كصحفيين ان القارئ يريد هذا ولا يريد هذا. دلوقتي الحكايه بقت تفاعلي، انتراكتيف، في تفاعل، تفاعلي مع المشاهد عبر السوشيال ميديا ووسائل الاعلام. انت حضرتك النهارده في هذا البرنامج هتلاقي عندك صفحات غير الصفحات اللي الزملاء بيعملوها في القناه نفسها، اللي هي عشان يتواصل مع الجمهور ويعرفوا كيف يفكر وماذا يريد. هناك صفحات اخرى انت بتتعاون معها وبتراها حتى لو انت غير مشترك فيها. وبالتالي النهارده القائم برساله الاتصال اصبح على تواصل مهم جدا مع المتعاطي للرسالة. طب فما بالك لجنة الخمسين؟ لجنة الخمسين، لجنة الخمسين اكيد بيشوفوا على الفيسبوك عندها مؤسسات وبتنتمي منهم بينتموا الى مؤسسات، سواء كان هذه المؤسسات احزاب، نقابات، وعندها رؤى، وهذه الرؤى مستمدة من من؟ في النهاية خالص مستمدة ان هذه الثورة قامت وفق آلة اعلامية جبارة جدا. يعني حضرتك عشان تقعد قدام الكاميرا شوف بقى اكتست قد ايه عشان توصل. النهاردة احنا بقى عندنا كل اللي حاصلين على جوائز بوليتزر مثلا في السبع سنوات الاخيره ليسوا اعلاميين ولا صحفيين، مواطنين. مواطن مره في نفس الوقت الذي حدثت فيه هذه الحادثه استطاع ان يلتقط. عايز سيادتك تقول انه اعضاء لجنه ال 50 اكيد بيتابعوا وسائل التواصل الاجتماعي، دول على فكره الصحف، دول ردود فعل الناس، ولا يتحركوا الا بالريموت كنترول ده. انا عايز اقول لك على حاجه، كل واحد منهم يجلس في مكانه وهو مشغول، ذهنه كله مشغول بماذا يحدث في الشارع، وعارف انها مهمة قاسية جدا، وهذه المهمة مسؤولية جبارة ومسؤولية كبيرة جدا تجاه هذا الوطن في هذه الساعات المهمة والحاسمة. وبالتالي هو يدرك، وبعدين ما بقتش حاجة تستخبى. صحيح، احنا كل حاجة، ده حتى المؤامرات يا دكتور علي، المؤامرات اليوم تحاك على الهواء مباشرة، ما بقتش بلاقي. يعني في مؤامرات ولا ما فيش؟ لان الناس بيقول لك ما بلاش فكر المؤامرات ده. لا طبعا، لا المؤامرات طبعا التاريخ كله مليء بال، طبعا هو زمان كنا يعني كنا يعني نكتشفها على حين فجأة زي ما بيقولوا يعني، انما الان المسائل احنا بنشوف ماذا كيف تخطط المخابرات الامريكيه على سبيل المثال، وده يزع الهواء يعني، مش ليس كلاما يعني مستترا كما كان من قبل. والشاطر يصد طبعا، يعني انا قدامك اهو الشاطر يصد. انا عايز يعني، وانا اسف جدا لمقاطعتك، في هذه المنطقه في بعض اجهزه المعلومات المرتبطه بالعمل داخل الدوله زي اجهزه المخابرات احيانا يكون العمل على الهواء مباشره، يعني اللعب عينك تشوف، والذكي هو الذي يكسب، والوطني هو الذي يحقق. نعم، زي لعبه مذاعه على الهواء، والشاطر اللي يكسب، مش لازم تبقى مستخبيه. نعم. طيب بتقول لي المهم المنتج النهائي. نعم، عايزين نشوف المنتج النهائي في الدستور المصري الجديد هيكون حدود التعديل فيه ايه؟ انا بعتقد ان حدود التعديل ستكون كبيرة جدا، وده اللي خلى البعض يسأل سؤال مهم جدا في اول جلسة. اول سؤال، السؤال اللي كان يعتبر عنوان عريض، لما اتقال للسيد عمرو موسى احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين نعمل ايه معناها انه اللجنة دي تريد ان تعرف هل اتينا لصياغة دستور جديد ام للتعديل؟ يعني حدودنا ايه؟ هل المواد اللي جايه لنا من لجنه الخبراء هي دي فقط التي سنناقشها، ولا نقدر نهدي الليله كلها؟ في بعض الاطياف زي الاخوه السلفيين حزب النور بيرى انه لا، احنا جايين نعدل. في بعض الاطياف السياسيه الاخرى كانت ترى انه طالما قامت ثوره فلابد من الغاء الدستور، اي ثوره بتقوم بتعطل الدستور وتنشئ دستور جديد. انما اللي مطمنا ايه؟ ان الدستور الاول كل الاعتراضات التي كانت عليه كانت جزء من نتاج الشارع ولم تكن من النخبه.
بص، كانت كل الاستوديوهات في هذه الفترة مشغولة والأحزاب السياسية مشغولة، والمواطن المصري هو السيد في كل ما وجهه من انتقادات لبعض المواد. وبالتالي الفكرة هنا أن الرقيب الأكبر على لجنة الخمسين هو المواطن اللي عنده ذخيرة وعنده تجربة سابقة وعنده دراية كافية بالمواد التي كانت تعتبر ألغاما. وبالتالي دي أنا بعتقد هي اللي هتخلينا نبقى نبراس جيد، أو هتبقى تخلينا شايفين الرؤية بشكل أوضح، هل تتوافق مع الشعب ولا لا. طيب اسمح لي عشان معنا ضيف كريم على الهاتف، دكتور ثروت محجوب الفقيه الدستوري. مرحب بك يا دكتور. أهلا بك. دكتور ثروت، هل تم حسم مسألة التعديل هيبقى جزئي ولا كلي في الدستور الجديد؟ زي ما سبق أشرنا لهذه المسألة في العديد من اللقاءات، وقلنا أنه لو بقيت مادة واحدة من مواد الدستور 2012 فإننا نكون بصدد ما يسمى بالتعديل. وهناك العديد من المواد التي وضعت داخل هذا الدستور 2012 تم نقلها حرفيا من دساتير مصر السابقة سواء 71 أو ما قبله، وبالتالي هي مسألة خلافية شكلية لا تتعلق بالمضمون الذي نرجوه من الدستور المستقبلي. يعني هو في النهايه مساله تعديل وليس يعني، انا بقول لحضرتك ان كلمه التعديل تطلق تحمل كل شيء، تحمل التعديل بالحذف والاضافه والتعديل الكلي والجزئي. ولو بقيت بمفهوم لغه الرجل العام اللي في الشارع ان احنا بقيت ماده واحده نقلناها من المضمون النص بتاع 2012 تستطيع ان تطلق عليه تعديل 2012 باللغه العامه بالنسبه للناس، انما قانونا وفقها واصطلاحا التعديل يملك الحذف والاضافه الكليه والجزئيه والتغيير حسب كل المسميات. انما انا اود اشير في هذا المجال الى انه من النقاط الهامه ان نتبنى فكره انه ثوره 25 يناير كانت قائمه، وثوره 30 يونيو كانت ثوره تصحيح مسار ثوره 25 يناير. يعني يجب أن يذكر في هذا الدستور الاثنين، مش عشان النظام السابق المعزول ولا خلافه، وإنما لأن الشعب المصري هو الذي قام في المرحلة الأولى بالثورة بشبابه وشيوخه ورجاله ونسائه، وهو الذي صحح مسار الثورة حينما انحرف من تم تفويضهم لفترة زمنية مؤقتة عن المسار الثوري الخاص بالثورة المصرية. وبالتالي من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن ثورة يناير وثورة 30 يونيو التي صححت مسارها استكمالا لهذا المجال. دكتور، مدة الشهرين يراها البعض أنها طويلة، خاصة أنه اللجنة قالت أنه خارج منها الأجازات الرسمية كمان، كيف تعلق على ذلك؟ شوف، هو بمقاييس العمل، بمقاييس العمل إذا بصنا لها أنه الشهرين أو الستين يوم أيام عمل فعلية تبان وهي حقيقة مدة قصيرة، إنما أنا أرى فيها ميزة هائلة بالنسبة للمرحلة الانتقالية اللي احنا فيها. إيه هي هذه الميزة؟ إنه أنت لم تكن تستطيع أن تنجز رئاسة اللجنة واللجان العامة وتحددها وتحدد مهامها وتضع اللائحة وتنتهي منها في يومين لو لم تكن المدة بهذا القصر وبهذا التحديد. يعني لو كانت المدة ست شهور كنا هناخد على الاقل شهر نشتغل فيه تحديد اللجنه العامه واللجان الفرعيه واللجنه اللائحه، وكانت المساله هتبقى يعني في مجال للجدال والجدل والبتاع. انما النهارده احنا طالما حطينا قاعده ان التصويت اذا اختلفنا في 75% وهذا لم يكن متاح من قبل، وبالتالي انا ارى ان المده قصيره اي نعم، ولكن هذه ميزه لانها نوع من الالزام المعنوي والادبي والفعلي على أعضاء اللجنة ألا يختلفوا إلا فيما يجب الاختلاف فيه، وأن ينصاعوا إلى رأي الأغلبية اللي تصل إلى 75% حينما يصل الأمر إلى خلاف. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا. الدكتور ثروت محجوب الفقيه الدستوري، شكرا جزيلا، وعودة للكاتب الصحفي الكبير أستاذ عصام كامل. أستاذ عصام،
حكايه انه اي نص دستوري لن يتم اقراره الا زي ما قال الدكتور نفرض 75%. نعم هم بشرط طب افرض انه الحضور ما يكفوش، يعني حصل في غياب في يوم اقرار نص معين، ما هو هيبقى 75% من الحضور. انا ما اعتقدش انه هيبقى في غياب، لانه خد بال حضرتك ولا واحد منهم هيغيب، وانا يعني بأراهن على ذلك. اللجان السابقه كان في غيابات. لا ده كان في غيابات كثيره جدا، ويوم انت فاكر اخر يومين لما كانوا بيقروا فيها المساله يعني اقروها بليل كما يقال يعني. أي. انما لا انا ما اعتقدش انه بعد 30 يونيو الناس زي ما بقول لحضرتك اعينها مرتبطه بالشارع. يعني فكره انها مسؤوليه ومسؤوليه جسيمه جدا جدا جدا، وارتباط كل هؤلاء الاعضاء بالشارع حقيقه بعيدا عن فكره التيار، اصل هي كانت مسيطره علينا يعني في النقاش السابق، هي كانت فكره التيار، يعني كان الغياب محمودا للتيار عشان يبقى هو منفرد بالمساله. وبالتالي ما اعتقدش ان هيبقى في غيابات والايام بيننا كما يقال يعني، انما هي فكره ال 75% اعتبروها هي التوافق، لانه ما فيش حاجه اسمها يعني اغلبيه، ما فيش حاجه اسمها يعني اغلبيه كامله، انما لو احنا قلنا 75% انا بعتقد انها جيد، نسبه جيده. وانا لا اتوقع على فكره انه يبقى فيه مناطق مفخخه كثيرا، حتى الـ يمكن شويه حزب النور يعني كثيرا ما يخرج بتصريحات من البدايه من اول المشاركه في لجنه الخمسين وبعدين الاقتراب من ماده الدستور. نحن نطمئنهم ان الاخوه المسيحيين انفسهم داخل هذه اللجنه يقرون بالمادة الثانية من الدستور بل ويتمسكون بها. طيب انا بس عايز ارجع حكاية 75% دي، يعني مش صعبة شوية على المواد الخلافية دي؟ مادة خلافية، نعم، اذا كان التصويت في الاخر بيبقى 50% زائد واحد، نعم، انا لما اطلب في مادة خلافية 75، ما طبيعي هي مادة خلافية عمر ما تحظى بالتلات ارباع الحاضرين موافق، هتصل في النهاية ليه ما يكونش 50 55 60؟ ما هنرجع تاني لفكرة التوافق الاكبر. يعني فكرة التوافق يعني الأكبر اللي هي 75 أنا بعتقد أنها فكرة مثالية. هو في النهاية خلص عايز يعمل إيه يا دكتور علي؟ عايز يقول حتى نصل بالصياغات، لأن لما عندك برضو 49% رافضين مادة فده برضو خطر. أي خطر خطر، فلازم نصل إلى أن احنا نحصل على 75%. هل في إمكانية نعمل نص يحظى ب 75؟ اللجنة فيها من المحترفين وفيها من العقلاء وفيها ان انت تعمل الصياغات، اصل هو في النهايه خالص هو المختلف ده يبقى مختلف ليه؟ المختلف ده بالتاكيد هو يرغب في ان تكون هذه الماده ذات تاثير اقوى ومفعول اقوى لدستور اكبر واقوى واشمل واعم واكثر تعبيرا عن كافه الاطياف السياسيه، وبالتالي انا بتصور انه مش هتبقى فيها صعوبه، يبقى فيها مجهود زائد ولكن لن تكون فيها هذه الصعوبه التي يتصورها البعض. طيب من المادة الخلافية حتى الآن يعني هوية الدولة. نعم. احنا دولة مدنية ولا علمانية ولا دولة إسلامية ولا يعني ايه هوية، ولا واقتصادنا هيكون شكله ازاي، رأس مالي ولا اشتراكي ولا يعني، ما الهوية دي مسألة صعبة هيحددها الدستور ده ازاي، خصوصا بتجمع هويات كثيرة في نصوص. نعم. تفضل. ما هو طرح القضية دي دكتور علي يعني كالذي يرغب في شراء بدله جديده، هو عايزها بني ولا برتقالي؟ البدله هنا قديمه جدا، يعني هويه هذه الدوله ادي اقدم هويه في التاريخ. الفكره ان انت تنخلع من عروبتك ده مستحيل، تقول انا ايه اسلام، انا دوله اسلاميه، تقول هذا التراث، انت الهويه جايه لك منين؟ جايه من تراث مهم جدا، سواء كان هذا التراث مرتبط بقدمك السياسي، بكونك اقدم دوله في التاريخ، بكونك الدولة التي ربما صنعت الأديان قبل أن تكون هناك أديان، بكونك أنت دولة عربية، دولة تنتمي إلى القارة الأفريقية، دولة لابد أن تنفتح على العالم الآخر. ففكرة إغلاق هذا السؤال وهي حول هوية الدولة كأننا بنبحث عن رداء جديد، وده اللي عمل التفخيخ الضخم جدا اللي حصل قبل كده، انك كانك عايز ترسمها، هي مرسومه، هي جاهزه، يعني شكلها ايه؟ هي جاهزه، عشان احس معانا ضيف كريم على التليفون، جاهزه ازاي؟ عربيه نقول عليها عربيه؟ لا يعني فكره الدوله المدنيه لا تتعارض مع اسلاميه الدوله، مين قال ان يعني الدوله المدنيه تبقى دوله كافره يعني ولا دوله ايه يعني؟ صحيح يعني انا يعني، وبعدين الراجل قليلة الاسلام، الراجل العلماني الذي يفصل بين الدين والسياسه، ده ما بيصليش مثلا، ما بيحجش، ما هوش لا يقرا القران، بس هل مطلوب انه يبقى اسلامه ناقص مثلا؟ لا ابدا، يعني الحقيقه مش مطلوب، هي تزيد تزيد تزيد. طيب اسمح لنا نتوقف قليلا مع ضيفنا الكريم على الهاتف الاستاذ حسين عبد الرازق،
القيادي بحزب التجمع عضو لجنة الخمسين. مرحب بكم يا أستاذ حسين. أستاذ حسين معانا؟ أيوة معاك يا فندم. أهلا وسهلا. هوية الدولة شايفاها إزاي لجنة الخمسين يا أستاذ حسين؟ والله النهاردة كان في نقاش ثري للغاية في اللجنة الخاصة بالقيم الأساسية والدولة، شارك فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة. ويهمني أقول أن قضية الهوية هذه قضية مجتمعية ولا ينص عليها في الدستور في أغلب بلاد العالم الديمقراطية. يعني مش هنكتشف هويتنا كمصريين ايه، هنجد احنا يعني حضارات عديدة مرت على مصر، من الحضارة الفرعونية للحقبة القبطية للمرحلة العربية الإسلامية، كل دي كونت هوية مصر. وأصبح لما تقول ده مصري معروف هو بيعبر عن إيه، وهذه على الإطلاق ليست قضية يتم اكتشافها النهاردة أو بكرة ويتم صياغتها في الدستور. إحنا مصريين باختصار شديد، ولما تقول مصري ترد على خاطرك كل هذه الحقبات والحضارات اللي عشنا. يعني هنسيب دي للمنتج النهائي، بس أنا عايز أسأل حضرتك على خريطة طريق عمل لجنة الخمسين خلال مدة الشهرين اللي خالية من الأجازات الرسمية. ما تبقى خالية من الأجازات الرسمية يعني تبقى شهرين وكام، ونص ولا ثلاث شهور؟ عشان داخل ما فيه عطل حسب الأجازات. احنا هنشتغل خمس أيام في الأسبوع، يعني في يومين في كل أسبوع اللي هم الجمعة والسبت ما فيهمش عمل، يبقى 8 في كل شهر، 16 في الشهرين، معانا عيد الأضحى كمان بالظبط، يعني في حوالي 20 يوم، يبقى حوالي 3 اشهر ل 10 ايام تقريبا. يعني تقريبا ممكن نخلص قبل كده. ده لا يؤثر على لا يؤثر على موعد خريطه الطريق اللي اعلنتها ثوره 30 من يونيو؟ لا لا اطلاقا، هي قالت 60 يوم. اجتهاد بعض القانونيين ان ممكن ترجمتها الى 60 يوم عمل. ثانيا يعني في اتفاق، كان في جدل هل اللجان تبتدي تشتغل ولا اولا اللجنة العامة بتاع الخمسين تتفق على رؤية ومبادئ أساسية وبعدين تبتدي اللجان تشتغل، حتى لا تعمل كل لجنة دون مرشد أو هادي ونبص الله في رؤى مختلفة، لأن الدستور ما هوش مجموعة مواد مترابطة. الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكوم، ولازم يبقى في رؤية بتحكمه منذ البداية، في هنعمل دولة مدنية ولا دولة دينية ولا دولة عسكرية، ده سؤال نقوله في الأول قبل ما نتحرك. هنعتمد على حقوق المواطنة كمناط للحقوق ولا الواجبات ولا غيره؟ إيه مرجعيتنا في هذا الدستور إلى آخر هذه الأسئلة؟ ووصلنا لحل، ما اقدرش اقول حل وسط، لكن حل واقعي. طيب. ان اللجان هتجتمع النهارده او اجتمعت بالفعل، تنتخب مقرر، كل لجنه تنتخب مقررها والمقرر المساعد لينضموا الى هيئه المكتب، وبكره جلسه عامه نناقش فيها هذه القضيه تحديدا ونحدد الرؤيه والمبادئ الأساسية
وتعود اللجان للانعقاد وعندها بقى ما توصلنا اليه يوم الاربع تعود للانعقاد يوم الاحد. طيب مش عايز اسيب حضرتك في جملة سريعة، يعني حضرتك لازم بنستأذنك تبقى تشرفنا في احدى الحلقات القادمة في الاستوديو، انما الله يبارك لك. مش عايز اسيبك النهاردة قبل ما اسألك في تصورك الشخصي المشكلة او المعضلة الاكبر اللي ممكن تواجه لجنة الخمسين ايه في تعديل مواد الدستور. انا الحقيقة قبل ما يعني تبدأ اعمال لجنة كنت متصور ان قد تكون مشكلة المادة 2 والمادة 219 عشان الجمهور بس الخاصتين بيه. المادة 2 اللي خاصة بالشريعة الاسلامية والمادة 19 اللي مفروض قيل انها بتفسر هذا الامر. انا بعد يومين من العمل اعتقد ان هذه القضية لن تكون هي القضية المحورية او اللي حيكون حواليها خلاف حاد، وانها ممكن نصل فيها الى توافق ان لم يكن بنسبة 100% بسبب قطع اكثر من 75. الله يبشرك الله يبشرك، الواضح ان الدنيا هتبقى سهله ان شاء الله. لا يعني الروح حلوه، الروح حلوه الحقيقه، روح حلوه ان شاء الله. الخلاف بيتم عرضه بطريقه يعني محترمه وفيها تقبل للاخر وفكره يعني، وارجو ان يستمر هذا المنهج ان شاء الله يا ربي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع عضو لجنه الخمسين. هل تود ان تعقب استاذ عصام على؟ لا انا يمكن زي ما قلت يمكن قبل الاستاذ حسين استاذنا طبعا ما يقول ويشرح، زي ما قلت لحضرتك انه واضح انه هيبقى فيه توافق وانه ليس صحيحا التفخيخ الكبير. الخبره اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وفكرة لي الزراع التي حدثت لمعظم الطائرات السياسية عندما اختطف هذا الدستور خلت الكل متفق على انه لابد وان نقبل جميعا، تقبل كل الاراء. ويمكن شفت حضرتك النقاش الاول وزمايلنا اللي حضروا الجلسات قالوا انه فيه روح، ما فيش حد رافض حد، وده مهم جدا جدا، لانه انا بعتقد ان ده ممكن يوصل في النهاية خالص الى انه تبقى فيه صياغات، هذه الصياغات توافقية. احنا ما بنعملش قانون عقوبات، يعني الناس بس متصوره هذه التفاصيل اللي كانت معموله في الدستور كانت عامله زي قانون العقوبات، يعني ماده تفسر ماذا الماده 219 التي تحدث عنها واحد في حجم الدكتور سعد الدين الهلالي. يعني سعد الدين الهلالي ومن هو سعد الدين الهلالي لما يجي يقول ان هذه الماده يعني تكاد تكون ضد فكره الشريعه، لانه راح يحددها في منطقه بياخدها في منطقه ثانيه خالص فكره الاجماع، وتحدث باستفاضه عن فكره الاجماع وكيف هي فكره نشات ايام سيدنا عمر، ومن الممكن ان الاجماع اليوم يختلف عن الاجماع بالامس واجماع غدا قد يختلف. كل مجتمع له خصوصياته وله ظروفه وتاريخه وحضارته بتختلف. نعم. طب هو صحيح احنا بنطوف النهارده في حلقه اليوم حوالين مواد او نقاط خلافيه كثيره، لكن ربما سنفرد لكل ماده بعد ذلك حلقه خاصه، انما النهارده لنا شرف ان احنا نفتح نقاط عديده مع حضرتك استاذ عصام. النظام السياسي للدوله متوقع يكون شكله ازاي في الدستور الجديد؟ هو زي ما حضرتك عارف انه زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه فكرته يبقى رئاسي ولا برلماني ولا مختلط. انا بعتقد انه يعني النموذج ده من قبل اساتذه السياسه في مصر، اساتذه العلوم السياسيه كانوا يتحدثون على ان هذا المجتمع وهذه الفتره ربما يكون فيها النظام المختلط هو الافضل وهو المناسب لخصوصيه هذا المجتمع، خصوصيه المرحله السياسيه. بس النسب بقى تكون ازاي؟ هي دي بقى اللي ممكن هي دي اللي تقرها لجنه الخمسين، تقول سلطات رئيس الوزراء تبقى شكلها زي سلطات رئيس الدوله زي. وانا عايز اقول لحضرتك انه يقول لك في مثلنا للشعب يقول لك اللي تلسع من شرب ينفخ في الزبادي. عشان كده هتلاقي المواد الخاصه بسلطات رئيس الجمهوريه دي هتبقى يعني رئيس الجمهوريه القادم ربما يصبح كده ايه رئيس شرفي. وليه شويه حاجات ياخدهم كده، انما هتفاجئ بيه انه بعد كده كل ما يجي يتخذ قرار يلاقي برلمان وقف له، يلاقي رئيس وزراء وقف له، يلاقي شورى لو استمر يقف له. وده شيء عظيم جدا ان يبقى عندك دوائر صنع القرار ما تبقاش متركزه في يد مؤسسه واحده ولا في يد اشخاص او شخص بعينه. زي ما يطلع مثلا رئيس الدوله بتاعك ويقول لك نحن سنجاهد في سوريا.
نعم. يعني هذا الرجل ذهب يجاهد ضد الأمن القومي المصري فجأة ودون أن يعود إلى أحد. ليه؟ لأنه فكرة السلطات الواسعة وأنه يتخذ قرار على طول. عشان كده أنا بقول المعطلات ودي سؤال. يعني مثلا لما تشوف حضرتك النظام الأمريكي، مش هنعمل إحنا النظام الأمريكي، إنما لما تيجي تبص على دوائر صنع القرار، المطبخ السياسي اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية يصعب عليك ساعة أوباما في بعض الأحيان، لانه في مناطق مفخخه ما يقدرش يدوس، يدوس يتفجر هو على طول. فانت لما تيجي توضح مهمه كل مؤسسه من هذه المؤسسات، اعتقد ان ده يحمي الدوله اكثر ويخلي دوائر الثنائيه خلاص. في قضايا الامن القومي المفاجئه في حاله الكوارث والحروب والخلاف، وكيف يتصرف رئيس الدوله ورئيس الحكومه اذا كان النظام مختلط والنسب كده كلها متوازنه والواحد ما يعرفش ياخد قرار لوحده. رئيس الحكومة لازم يرجع للرئيس، والرئيس لازم يرجع للبرلمان، والبرلمان لازم يرجع لرئيس الحكومة. الكوارث مش هتنتظر كل المسألة دي. يعني أنا أستطيع أن أتفهم طبعا من طرح حضرتك هي فكرة أهمية دولة مصر في هذا الموقع. أيوة، يعني مصر ليست مثل دول كثيرة جدا، إنما مصر تحتاج في هذه المنطقة إلى مرونة كبيرة جدا في اتخاذ القرار، لأن أنت دولة مهمة جدا. وعلى فكرة مهمة جدا دي ليست فخرا، ده احنا بنقولها ساعات في دول في دول ساعات تبقى على كده يعني على الهامش، فتقدر تعمل تنمية ومحدش يحس بيها وتعمل حاجات كتيرة جدا. وإنما مصر يراد لها ربما عكس ما يريد شعبها، وقوة كثيرة جدا جدا تتكالب على هذه البقعة لأهميتها الجغرافية وأهميتها موقع السياسة فيها مهم جدا، الاستقرار فيها مهم جدا. وبالتالي اللي حضرتك بتطرحه ده فيها في لجنة 50 فيها لجنة متخصصة مرتبطة بمناقشة هذه القضية، ومن المحتمل انه يكون في هذه الحالة القرار زي الرئيس الامريكي لما ياخد قرار الحرب، يستطيع ان ياخذ قرار الحرب دون العودة الى الكونجرس في بعض دي لما تبقى حرب مفاجأة. طبعا بتبقى حرب مفاجأة، ولما يتخذ هذا القرار بناء على تقارير معينة من اجهزة بعينها. فانا اعتقد انه الناس واعية لموقع مصر الجغرافي، والطرح اللي حضرتك بتطرحه ده انا بعتقد انه ربما يكبر وينمو في الفترة القادمة دي، ويصبح قضية مهمة جدا للنقاش. لا فكرة الى اي مساحة تستطيع تقليم اظافر الرئيس، والى اي حد تستطيع ان تمنح المؤسسة العسكرية سلطات لسبب. لان برضو انا عايز اقول حاجة عشان الناس يقول لك العسكر مش العسكر، لم تصنع مصر تاريخا عظيما دون ان يكون المؤسسة العسكرية دور من ايام مينا ايام رمسيس. بص صحيح. كل الحقب التاريخية محمد علي، شوف حروب ابراهيم باشا لما طلع عمل ايه عشان يأمن. بص الجيش المصري جزء من المعادلة، ولابد ان السياسيين يعرفوا ده، مش مسألة ان احنا العسكر هيفرضوا نفسه، مش العسكر اسف، مش مسألة ان الجيش سيفرض نفسه على الحال. الجيش للأسف الشديد محمل بعبء هذه المسؤولية. تاريخ مصر كله مرتبط بتاريخ المؤسسة بالزبط العسكرية بالظبط. وعشان كده ما ينفعش يقول لك روح بقى ويقعدوا مش عارف فين ويعملوا ايه، والكلام اللي بيتقال كلام ساذج جدا، كلام ساذج جدا جدا جدا، وكلام ضد المصلحة الوطنية. يعني تلقى مع الطرح اللي سيادتك تفضلت بيه، العالم كله اذا يعني كنا حاسنين النوايا وانه لا يريد الى مصر هذا التقدم الذي تبتغيه مصر، فعلى الاقل العالم كله باكمله ينظر الى مصر، يهتم بمصر. يعني انا لسه راجع من سول عاصمة كوريا الجنوبية، ارى كيف ينظر الكوريين الجنوبيون الى مصر والى اهمية مصر، وكان منتدى دولي حضروا 32 شخصية اعلامية كبيرة من مختلف دول العالم، الجميع يسأل عن مصر تحديدا ويريد ان يطمئن على مصر. بعض اصدقائنا يقول لك يعني عارف مصيبتنا في موقعنا. شوف رغم هذه الأهمية ورغم أنك جزء من صناعة التاريخ، بل أنت الذي صنعت فجرا لهذه البشرية، وأنت الذي تتحمل مسؤوليات جسام قد تكون هذه المسؤوليات أكبر من دول أكبر منا بكثير جدا، إلا أنه هذه المسؤولية جعلت في النهاية خالص هنا الأوروبيين منزعجين. ليه؟ الأمريكان مهما كانوا منزعجين، صحيح كل واحد مصالحه، إنما أنا على سبيل المثال كنت سألت أحد المسؤولين الكبار في ألمانيا بقول له يعني أنا بتصور أني أتفاخر أني مصري لموقعي وكذا وكذا وكذا، فقال لي بالنص نحن نقلق بسبب هذا الموقع وبسبب خطورة هذا الموقع، لأنه أي عدم استقرار في مصر يقلق مضاجعنا جميعا. إذن هنا المسألة مش بتاعت هو يعني بيحبك ولا عايز مش عارف إيه ولا عايز يساعدك عشان كذا، هو يريد لهذه المنطقة أن تكون مستقر، ليس شرطا أن يريدها متقدم. فالبعض يرى مثلا أنه يراد لمصر ألا تجوع حتى الموت،
والا تشبع حتى التخمة، لان فكرة الشبع في التاريخ المصري كانت بتخلي مصر يعني تتوسع وتتوسع وتتوسع وما الى ذلك. فكرة لا حياة ولا موت، لا حرب ولا سلم. نعم نعم نعم، البقاء كامل. نعم نعم، البقاء في وضعية معينة. نعم. طيب نعود الى مسألة الدستور ونسب العمال والفلاحين. اخوانا العمال والفلاحين واحنا كلنا عمال. نعم. وكلنا عمال وفلاحين ولاد عمال وفلاحين. زعلانين علشان نسبة 50%، يعني ايه المصير؟ لا انا هسأل سؤال واحد بس، ماذا حدث للعمل المصري طوال 30 سنة فاتت؟ فيها عمال وفلاحين، فيها عمال وفلاحين، مفيش تأمين صحي على الفلاحين. ده انا عايز اقول لحضرتك عليه. والفلاح ما المحصول بتاعه والعامل كان بيبيع ارضه لان المحصول ما بيوفيش. ده قطبي لابس رفعت اوروبا اللي بدفع في الارض عشان يجيب المحصول. اوروبا كانت تبع اوروبا بقى الرأسمالية. اوروبا بتاع الرأسمالية والامريكان اللي هم بتوع الرأسمالية المتوحشة. صحيح. كانوا بيدعموا الفلاح في اوروبا ونحن نرفع عنه الدعم في مصر، بنسيبه في المواجهة، بنقول بقى انت عايزينك انت تستطيع مواجهة الاوروبيين وتعمل منتج عشان ننافسهم هناك وننافس الفلاح الامريكي، وهم هناك بيدعموا هذا، يعني دولهم تدعم الفلاح هناك. وده في الثلاثين سنة اللي فاتت. يا سيدي كان بيبيع من ارضه علشان يزرع ارضه، عشان يزرع بدل ما ياخد من ايراد ارضه يشتري ارض جديدة، كان بيبيع من الارض علشان يزرع البقية. وهجرها وربما بحث عن اشياء كثيرة. العامل في مصر، ماذا حدث لعمال مصر طوال 30 سنة وكان في نسبة 50% و50%؟ يعني ماذا حدث لعمال مصر؟ بيعت المصانع وشردوا وتحول على الضخم جدا جدا من عمال مصر الى القعدة في البيت بفكرة هذه الفكرة الجهنمية التي ابتكرت فكرة المعيشة المركب. العامل المصري منذ فجر التاريخ في كوريا الجنوبية في 40 عاملا نقلوا البلد نقلة غير يعني حضارية. ده العمود الفقري. 40 سنة. وده العمود الفقري. نعم. انت حولت العامل النهارده انه يطلع عشان يشتري تاكسي ويتجوز على مراته بفلوس ال وده المعاش المبكر. دي دراسات مش كلام بفتكسه. الدراسات قالت ان معظم الذين خرجوا عن المعاش المبكر. صحيح. تحولوا للاسف الى قوى معطلة في المجتمع، وده كان في ظل دستور في 50% عمال وفلاحين. خد المكافأة وقعد على القهوة صرف نصها وشوف النهارده وخلاص قوى معطلة. يستطيع اي حد النهارده من القوى السياسيه، يمكن في عدد كبير منهم يعني تم انتطائه للاسف الشديد في الازمات اللي يعني ربما اللي ما عرفش يعملوا عمال وفلاحين طوال السنوات الماضيه ممكن يعملوا لهم الاخرون، فما ينزعجوش من حكايه الرأي ال 50%. هو هل يمنعه؟ انا بسال، هو الفلاح لو ترشح في الانتخابات وكانت له شعبيه الدستور ما يمنعوش؟ ما مواطن. طيب انا بقسمها. انا بقى عندي 3 دقايق والحقيقه عندي حاجتين عايز اتعلق عليهم بسرعه لان الوقت بيتاكل عشان طرحناهم في بدايه الحلقه. نعم. حكايه مجلس الشورى والنظام الانتخابي. نعم. مره واحده كده. نعم. هو مجلس الشورى انا بتصور ان احنا لسنا بحاجه الى مجلس اخر. وفكره هيمنه اي تيار بقى على مجلسين وكذا، مجلس ما لم يقدم شيء. لم يقدم وتعمل له صلاحيات، يقول لك نعمل له صلاحيات تشريعيه. ما انا عندي تشريع، انا عندي نجاره، اجيب نجار تاني ليه؟ يعني عندي مهندس او اعمل مهندس. سيدي بيقول لك بيت خبره ودراسات وبتاع بيت خبره. انا رايي بقى تعمل لنا حاجه بعيدة عن فكره الانتخاب. تعمل لنا حاجه بعيدة عن فكره الانتخاب، هيئه تبقى هيئه استشاريه. ليه ما يكونش نفسه بيت خبره مثلا؟ يعني انا لازم اقعد ادفع. هو معلش يا دكتور علي، هو عضو البرلمان ده هو بيشتغل لوحده؟ مش عضو البرلمان ده من المفترض انه في كل قضيه بيروح يستند الى خبراء تبعه؟ المفروض لو هي قضيه في دايرته بيروح يجيب، لو هو عند مدينه صناعيه مش بيروح يسال مصانع عندكم امال ايه بتنتجوا فيه؟ عشان كده عايزينه متعلم كويس عشان يبقى يعرف يعمل بحث علمي وسيرش وحاجات كده. في المرحله انا بتصور انه في المرحله القادمه يا دكتور مش هيبقى موجود جزء كبير جدا من النماذج التي كنا نراها من قبل. ويمكن انت حضرتك شفت في البرلمان اللي فات في راجل ما كانش يعني عشان ما يجيش يطيبوه موافقون. لا مش هيحصل يعني مش هيحصل. اما بالنسبه للقضيه الثانيه اللي حضرتك بتطلع ده مجلس الشؤون النظام الانتخابي، البعض قلق من فكره الانتخابات الفرديه في الدوائر الواسعه. لازم الاول نعرف شكل الدوائر هيبقى عامل ازاي.